المنتخب الوطني عبد الرزاق خيفتي. اللاعب جبيره شفتو البارح فحصتو فعلا تبين بان عنده واحد الاصابه، اصابه ماشي صعيبه بزاف، عنده اون لونغاسيون على مستوى لي زاديكتور. ما يمكنلوش يشارك في هذه المباراه، خصو واحد الاسبوع ديال الراحه باش يرجع اللياقه البدنيه ديالو. فيما يخص اللاعب الشماخ اتصل بيا الدكتور ديال الفريق ديالو اليكس ماتوس وعبر الايميل وقال لي بان فعلا عنده اصابه على مستوى الفخذ لي زيسكيو جومبي اللي جعلته يترك الميدان في البريمير ميتون في الشوط الاول ديال المباراه الاخيره اللي دار، ما شاركش في المباراه كامله. وهما كيديروا الفحوصات، عندهم شاكين في واحد التمزق عضلي اللي مازال ما متيقنينش به، ويلا في هاد الفحوصات باقي لنا يومين للمباراه بلا ما يجي فعلا. نبقى بعاصمة النخيل مراكش.